قالوا عن الجمال أن تحسن ملبسك فلا تخرج للناس مبعثر الهيئة، طيب الرائحة كأن في جيبك زهرة، لين الكلام كأن لسانك تمرة، سليما من الأحقاد كأن في قلبك جنة، واثقا من نفسك كأن في نفسك دولة. مشاهدينا الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وسلام على كل من قال اللهم أنت مقصودي ورضاك مطلوبي. وحلقة جديدة في لا يفلح الساحر، ونجم هذا اللقاء الطيب هو فضيلة الشيخ راضي الحويتي، الباحث في علوم السحر والمعالج بالقرآن الكريم. برحب بيك يا شيخ راضي. يا مساء النور، شرف اللقاء دائما. ربنا يكرمك. من عزك وتوحشنا والله. ربنا يكرمك. طبعا كل يوم اثنين ان شاء الله بيكون هذا اللقاء المرتقب والموعود مع فضيلة الشيخ راضي الحويتي. وفي الحقيقة يعني بنفرد موضوعات متعلقة بالمسألة المتعلقة بالسحر، والكثير من الناس يعاني من هذه المسألة، بل أن يجد أن حياته متلخبطة بسبب هذه المسألة. وهناك فصيل آخر من الناس لا يقتنع نسبيا بهذه المسألة، ربما أنه يكون هذه المسألة بدعة عنه. ولكن دعونا نستقي هذا العلم من متخصص مثل الشيخ راضي الحويتي. وكنا نتكلم في الحلقة الماضية عن أدوات يجب معرفتها لمعالج السحر. مظبوط؟ تمام. مظبوط. تمام. ونستكمل، وكنا قلنا ان في 5 أشياء: نوع السحر نفسه، وماده السحر او الربط بمعنى اصح، وعلاقه النجوم بالسحر، وعلاقه البخور بالسحر ايضا، والعياذ بالله النجاسه المستخدمه في السحر. كنا وتوقفنا عند نوع السحر ولم نستكمل. اذا ماذا تقول اليوم شيخ راضي؟ تفضل حضرتك. أولا بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. أشكرك على المقدمة الجميلة أستاذ أحمد. ربنا يخليك. ربنا يحفظك ويبارك فيك يا رب. ربنا يعزك. لكن طبعا احنا وقفنا المرة اللي فاتت عند نوع السحر، قلنا إن المعالج بالقرآن أو معالج السحر لابد إن يكون يعلم رأس الشيء عشان خاطر يسهل عليه الهدم. نعم. تمام؟ لو كان الشيخ اللي بيعالج ما يعرفش هو بيهدم إيه، يبقى هو هيفشل في هدمه. تمام؟ لأن السحر ده بناء مرتبط بعلوم تلقاها الساحر من إبليس مباشرة. إن شاء الله لما نتكلم عن تلقي علوم السحر من إبليس للساحر، إن شاء الله ده عايدل لنا على إن في فعلا في مشكلة كبيرة، أو في علم فعلا الساحر بيتلقاه من إبليس مباشرة وشفويا كمان. تمام؟ وبيكون في وسيط بين الساحر وبين إبليس، اللي هو المارد، اللي هو وكله إبليس للساحر عشان يخدمه أو يقدم له الجن. تمام؟ فعشان كده احنا بنأصل مسائل او مسائل علاج السحر ديت، وبنقول ان لازم كل شيخ بيعالج يكون عنده الخبرة وعنده الفطنة اللي هو يقدر يستوعب بيها الموضوع ويقدر يفهم بيها هل اللي قدامي ده ايه نوع مرضه، ايه نوع الإصابة اللي هو عنده، يعني هل عنده حسد عين مس جن عاشق، عنده شيء نفسي. كل ده الشيخ اللي بيعالج لازم يكون عنده الادوات اللي تقدر تميزه عن غيره. لماذا ارتبطت كلمه العلاج بالشيخ؟ هل هذا الملف منوط الى شيخ، الى رجل دين، ام انه مرتبط الى حد له خبره في هذه المساله؟ تفضل. تمام. هو استاذ احمد، موضوع انه يبقى شيخ او غير شيخ، نعم، برضو ديت فيها كلام. نعم. ان الشيخ مش شرط يكون شيخ عشان يعالج. نعم. عشان برضو يعني أيوة. شرط يكون شكله كذا. لكن هو ليه الشرط في الموضوع ده؟ ان المعالج له مواصفات. لابد انه يكون اصلا على دراسة بالعقيدة، عنده دراسة درس عقيدة كويس، درس الفقه، درس كل شيء، عشان خاطر لما يعالج ما يضرش نفسه. ليه يا استاذ احمد؟ لان موضوع علاج السحر ده او موضوع علاج الجن ده له فتن كبيرة جدا. نعم. وكتير من المشايخ او الشيوخ اللي كانوا بيعالجوا وقعوا فيها، اللي ماشى في طريق النساء، واللي ماشى في طريق الجن ابتدع معاه خدمة، واللي ماشى في طريق المال، واللي ماشى في طريق كذا، دي فتن. نعم. فلابد اللي بيعاني يكون عنده ضوابط شرعية هو ماشي عليها، وكل شيء يربطه بالشرع، ويكون هو عنده عقيدة الأول، عنده اعتقاد في ايه، في العلاج نفسه، عشان نعم. ما يعملش مخالفات شرعية. تمام؟ لكن يبقى الشيخ المعالج مش شرط انه يكون شيخ ولا لا، لكن يكون عنده ضوابط شرعية ماشي بيها. تمام. لكن الراقي يبقى لازم يكون عنده ايه؟ يكون نعم. عنده ضوابط شرعيه، لانه بيرقي بالقران. نعم. طب لما يكون شيء معالج وراقي بقى، يبقى هما الاثنين لازم يكونوا فيه، ان هو يكون معالج تمام محنك وعنده الخبره بالعلاج، ويكون انسان فطن، ويكون عنده درايه بالشرع، ويكون راقي. تمام؟ زي مثلا واحد يكون عنده مثلا بيعالجه عنده مرض معين، وبيعالجه دكتور مش مسلم مثلا. تمام؟
فما شرطش ان نتعالج عند دكتور مسلم، لكن لو خلاص انا عندي دكتور كويس هيعالجني من المرض اللي عندي، خلاص انا هتعالج عنده ايا كانت ديانته او ايا كان وضعه او ايا كان اعتقاده. تمام، يبقى انا ليه اللي يهمني العلاج ايه. تمام، طيب يبقى نرجع لموضوع السحر. هل السحر ده حاجه وهميه كده او الناس هتاخدها كده اي حد هيتكلم فيها وخلاص، او اي شيخ هيقرا عليك ايتين وقران وتروح والقصه انتهت وخلاص، ولا عيب عندي ضوابط شرعيه نقدر نميز بيها اللي قدامي ده هل ده سحر ولا لا، هل ده حسد ولا لا، هل طب لو كان سحر ايه نوع السحر اللي معمول، ايه نوع ماده الربط اللي كان عليها السحر، قوه الطلسم اللي خدها في جسمه، طيب ايه البخور اللي استخدم اللي جلب الجن في المساله ديت او في مساله عمل السحر، ايه طب هل السحر ده له ارتباط بالنجوم ولا ملهوش، له ارتباط بالنجوم ولا ملهوش. يبقى الشيخ اللي بيعالج لازم يكون عنده الضوابط دي كلها وعنده الفطنه اللي يقدر يحدد بيها انا اللي قدامي ده عنده ايه. لماذا نقول الشيخ اللي بيعالج ولا نقول المعالج للسحر؟ المعالج خلينا يعني ايه، انا مش عايز اخصصها. تمام تمام، بس عشان كلمه شيخ دي بتعني هو اشياء كلمه كثيرة. دارجه يعني احنا واخدها كلمه دارجه ان الشيخ، طب ما ساحر بيقول عليه شيخ. نعم بس ساحر وعارفين. وده يقودني الى سؤال، هل الموضوعات المتعلقه بالسحر تخضع للتجربه مع المعالج ام تخضع اكثر للضوابط الشرعيه؟ الاثنين لازم يكون عنده ضوابط شرعيه زي ما قلت لك استاذ احمد، يكون عنده الضوابط الشرعيه اللي هو شغال بيها والعلاج نفسه يكون يكون مواش ماشي مع الشرع نفسه ويكون اصلا هو عنده خبره بعلاجه، خبره او التجربه. التجربه طبعا. هل التجربه هي التي تعطيه الخبره ام التقادم في العمل؟ لا، التجربه. التجربه. انا استاذ احمد انا بقول لك انا من خبرتي في علاجي مثلا في المركز عندنا ما فيش اقل مثلا عشان خلي اخ من اللي عندي في المركز يعالج اقل حاجه يقعد قاعد معايا وعالجت قدامه حوالي 1000 حاله. 1000 حاله اقل شيء عشان خاطر يبدا هل انت هتعالج ولا مش هتعالج، هل هو عنده اخطاء ولا ما عندوش. سؤال هساله للساده المشاهدين يقودني الى سؤال، وهو خبره الشيخ راضي الحويتي كم سنه في هذه المساله؟ هو كده حوالي 18 سنه. 18 سنه لكن كدعويه لا اكبر من كده، لكن كتخصص في هذه الملف 18 سنه. هل 18 سنة كافية للخبرة والتجربة للعلاج والممارسات في هذه المسألة؟ ده أكيد طبعا. نعم. بس في ممكن واحد يقعد 100 سنة ومش هتعلم. ليه؟ واحد ممكن يقعد سنة واتنين لكن هو عنده الوازع ان انا عايز نتعلم، عايز نعرف. نعم. لكن انا مش نبدأ نهاجم او نبدأ ننتقد او نبدأ نعمله خلاص، لا. هل انت عندك الوازع الديني ان تبدأ تتعلم، عايز تتعلم، ولا انت واخد الموضوع كهواية وخلاص؟ لا. نعم. واخده كأنا عايز نعالج، عايز نفيد الناس فعلا، يبقى تحمل ده على عاتقك أمام الله تبارك وتعالى. نعم. يبقى أنت خلاص بقيت قدام الناس معالج، هل أنت أدي الموضوع ده ولا هتكتفي بالموضوع إن أنا عيب عندي شوية خبرة وخلاص وحالتين ثلاثة هنعالجهم وهنقرأ عليهم قرآن وأقول لك روع وخلاص؟ لا، الموضوع أكبر من كده. تمام. عشان كده صاحبي بقول لك إيه الضوابط أو إيه الأدوات اللي الشيخ لازم يعرفها عشان يبدأ يعالج مرض السحر او ايا كان نوع المرض. ما هي الضوابط الشرعيه؟ تمام، اول ضابط يعني مش الشرعيه، اي الضوابط او الضوابط العلاجيه او الخبريه لعلاج مرض السحر. لكن الضوابط الشرعيه كلنا عارفينها. تمام. هو اي شيء مخالف للشرع معروف، ما ينفعش اي حد بيعمل قدامك شيء مخالف للشرع انت بتعرفه. تمام. لكن اي شيخ بيدعي انه بيعالج انت مش هتعرفه. نعم. غير لما يكون شيخ بيعالج تاني عشان يعرف ده بيعالج ولا ما بيعالجش. تمام. يبقى في معالج وفي راقي وفي واحد لما شويه مواضيع مع بعضها ايتين مع كلمتين حلوين مع مش عارف ايه خلاص هو بيعالج وخلاص وقصه ماشيه معاه وخلاص. ده بدور ما بينفعش، لان هو خلاص هو دخلك ان انا معالج وانت ابتديت تسلم له نفسك انك معالج وما عندوش خبره، فابتدى يضرك من غير ما يعرف. لكن احنا بنقوله ايه؟ بنقول ان السحر ده مرض مبني على علوم تلقاها الساحر من ابليس بكفره علشان خاطر يخدم له جن. يبقى في درجات اهو. نعم. طيب المره اللي فاتت لما قلنا ان الساحر عشان خاطر يبدا يسحر ابليس بيديله ثلاث علوم، اللي هو المفرد زي ما احنا قلنا، والمزدوج والمركب. والمركب اللي هو تريبل بقى. ايوه خلاص. هو خد الطلاسم وبعدين خد الطلاسم والحروف وبعدين خد الطلاسم والحروف والرموز الثلاثه. نعم. مع بعض اهو. تمام. يبقى خلاص هو ابتدى يكتسب الخبره اللي نقدر نعمل بيها السحر، وسحر يكون محكم. يعني الساحر اللي هتلاقي في الورقه بتاعته بيعمل السحر بيها عنده الرموز والحروف والارقام، يبقى ده سحر محنك فعلا، وابليس اداله كل اللي عنده وخدمه مارد قوي يقدر يخلي يسيطر على الجن يخليه يخدمه ويعمل معاه اي شيء هو عايزه. يحتاج الى معالج محنك. ايوه. هنا بقى هنا القصه، انت بتعالج جن وخلاص جاي للانسان وخلاص، ولا بتعالج جن جاي لسحر؟
يبقى انا دلوقتي واحد عنده مثلا واحد عنده التهاب مثلا، او عنده مرض في زايده، التهاب في زايده مثلا، هل الاعراض اللي عنده واحد عنده مغص مثلا، هل المغص ده جه عشان خاطر التهاب في زايده، ولا مغص عشان كلت حاجه وخلاص والموضوع ماشي؟ خلاص كلت حاجه هتاخد اي حاجه الموضوع هيمشي، ده اي حد يعملها تمام من غير اي حاجه. لكن واحد عنده بقى مرض بقى في جسمه، ده محتاج لحد يشخص ايه نوع المرض عشان يقدر يعالجه ويطلعه من جسم الانسان ده. نعم. تمام. عشان كده بنقول الشيخ اللي بيعالج لازم يكون عنده الادوات دي. ايه الادوات دي؟ ان الاول نشخص ايه نوع الاصابه. انت جاي بتعرض لحالتك، انا تعبان، ايه التعب اللي عندك؟ هل ده سحر؟ طب لو كان سحر نوعه ايه السحر ده؟ طيب لو 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 سحر، ايه ماده الربط اللي كان عليها السحر نفسها؟ واحد ممكن ياكل مثلا على لحوم، واحد ياكل على رز مثلا، واحد ياكل يشرب على لبن، واحد طيب ايه نوع الماده اللي شربها؟ طيب شرب مثلا كذا، طب ايه اللي هيعرفني ان هو شرب بكذا؟ واحد هيقول له انت معاك جن عشان تقدر تحدد هو كان ايه بالسحر. لا، ما من خبرتك في علاجك تعرف ان الانسان اللي قدامك ده بيكره ايه بيحب ايه. عشان كده بنقول لك ان السحر ده له 180 عرض. 180 عرض المفروض الشيخ يكون عارفهم عشان خاطر نقدر نحدد من خلال اسئلتي ان ده، هل انت عندك واكل السحر ده على لبن، شربه على لبن، واكله على اي اكل معين، هل معمول بنجاسه، نوع النجاسه المعمول بها السحر كان مني زنا، مني زنا محارم او لواط او غيره، ان كان دم حيض، ان كان بول او براز، يبقى نقدر نحدد. طيب لو انا قدرت نحدد الثلاثة دول نوع الاصابه وليكن سحر مثلا، طب السحر ده معمول كلته على ايه؟ تمام. نوعه ايه الاول؟ هل ماكول، مشروب، معلق، مدفون، مرشوش او منفوخ؟ ست انواع سحر زي ما احنا قلنا. لو ست انواع سحر من دول نقدر نحدد بقى نوع السحر اللي معاك ده ايه من السته دول. طيب ماكول مثلا، طب كلته على ايه؟ طب طيب هو بيقول لك ماكول، ولا انت بتعرف انه ده سحر ماكول؟ نعرفه من اعراضه يا احمد، كل نوع سحر هنتكلم فيها صاحبي بالتفصيل. الاعراض العامه لمرض السحر، وبعد كده الاعراض الخاصه بكل نوع سحر من السته. الشيخ اللي بيعالج بقى لازم، واضح واضح ان الموضوع مطول، خليكم معانا يعني. هو 180 ولسه هنقول لكل واحد ايه يعني. ايوه طبعا، ما هو انت عندك ست انواع سحر. نعم. ست انواع سحر دول لهم اعراض عامه بتيجي لاي نوع سحر. تمام تمام. طيب كل سحر بيميز نفسه باعراض تحته بقى، محدش له دعوه بيا بقى فيها. تمام. واحد عنده سحر بقى كله اعراضه كذا، واحد سحر مشروب اعراضه كذا، واحد سحر مدفون اعراضه كذا. في الامور الطبيه احيانا الاعراض تتشابه، يعني ممكن واحد يحكي عن الام واحد تاني يحكي عن نفس الاعراض، ولكن التشخيص هنا غير هنا. تمام. هل يحدث هذا في السحر؟ هو القصه مش تشخيص هنا غير هنا، هو دي احنا قلنا في اعراض عامه بيتشابه فيها كل انواع السحر. تمام. اللي هي لما اي حد من غير ما يكون شيخ او يكون معالج هيسالك يقول لك انا بيحصل لي كذا، يقول له ده انت عندك مشكله في جن او سحر. نعم. من غير ما يكون عندك خبره. تمام. لكن الخبره فين بقى؟ في معرفة نوع. أيوة أنا صح. عرفت بقى النوع السحر اللي عندك ده مأكول ولا مشروب، إيه أعراضه؟ طب مأكول، إيه مادة الربط اللي أنت كلت على السحر؟ كلته بإيه؟ طب عشان بتحب كذا وبتكره كذا، وبتحب كذا وبتكره كذا. أسئلة إن شاء الله عن هنقولها إن شاء الله، أو عرض هنقولها. تمام. طيب أنا عرفت إن نوعه مأكول، طب إيه النجاسة اللي انعملت على السحر وأنت كلته؟ تمام. طيب خلاص أنا عرفت إن النجاسة كذا مثلا وليكن دم حيض مثلا. تمام. طيب كلت دم الحيض وخلصنا والقصه، والسحر جه طلسم بقى في معدتك، خلصنا منه. طيب هل السحر اللي انت كلته ده مرتبط بالنجوم ولا لا؟ ما هو استاذ احمد في مصيبه بيقع فيها الشيوخ، ان يقول لك السحر بيتجدد. مفيش حاجه اسمها سحر بيتجدد، وهو تصريح اهوت على هوا. انا بقوله للشيوخ كلهم يا جماعه مفيش حاجه اسمها سحر بيتجدد، لكن ايه اللي بيتجدد؟ اللي بيتجدد ان السحر ده انت بتعالجه في نقطه ثانيه له، او رابط له تاني عن النجوم. فانت بتعالج اللي في الجسم، خليته مثلا ايا كان طريقه علاجه، نظف السحر من جسمه. طب بعد كده هل السحر ده له علاقه بالنجمه لما تطلع في اخر الشهر او اول الشهر عشان تتعب انت تاني؟ يبقى عشان كده واحد يقول لك انا بنتعب في اول الشهر بس، نتعب 3 ايام او 4 ايام لما يكون الامر فيهم مش موجود فيهم. واحد تاني يقول لي لا، ده انا بنتعب لما يكون الامر موجود. طب ليه؟ لان في نجمه السحر بيربط الطلسم بتاع السحر في معدتك او ان كان ايا كان نوعه مع النجمه. اول ما النجمه دي تطلع كانه بيظبط منبه. تمام. يظبط منبه عليك ان اول ما النجمه دي تشوفك تاني او تطلع في الوقت ده يجي لك اعراض السحر تاني، مع انك نظفتها من جسمك يجي لك تاني. فيجي تروح للشيخ يقول له انا يا عم الشيخ انا تعبان، يقول لك اصل السحر الجديد لك انا عامل لك ايه، روح للي بيعمل لك سحر بقى خليه ايه يبطل يعمل لك سحر تاني. تمام. وقصه ما بتنتهيش، لان الشيخ مش فاهم هو بيعالج ايه. هل هو بيعالج سحر مرتبط بنجوم؟ طيب لو السحر مرتبط بنجوم ايه علاجه؟
يبقى نعرف بقى هل معمول دوره فلكيه يوميه، دوره فلكيه اسبوعيه، دوره فلكيه شهريه، دوره فلكيه حوليه. طيب لو اي دوره من دول فلكيه، انا ان شاء الله هنتكلم على تفصيل بقى، لو السحر معمول دوره فلكيه يوميه ايه الاعراض اللي تظهر معاك؟ طب ايه لو نعالجها ازاي؟ طب لو معمول بدوره فلكيه اسبوعيه ايه الاعراض تظهر معاك ونعالجها ازاي؟ طب لو شهريه ايه الاعراض تظهر معاك ونعالجها ازاي؟ طب لو سنويه حوليه، يعني سنويه يعني معمول لكن السحر يجي لك 3 شهور في السنه بس، ويبقى طول السنه كويس جدا، 3 شهور بيتدمر فيهم، ممكن الشهور الثلاث شهور دول يكون وقت عمل هو هيشتغل فيه، او ممكن يكون وقت عباده زي اشهر مثلا شعبان ورجب ورمضان مثلا، او يكون موسم حج مثلا، او يكون كذا زي ما كان في ناس بتجي له استاذ احمد، هو بيروح للشيوخ والشيوخ بيعالجوه وبعد كده بالثلاث شهور يتعافى فيهم تاني. فلما عالجناه في الدوره الفلكيه، عالجناه الدوره الفلكيه، انتهى موضوع السحر من عنده ورجع وضعه طبيعي جدا، لانه كان بيجي في الثلاث شهور دول بيسيب كل مصالحه، مع انه رجل اعمال يعني، بيسيب كل مصالحه يقعد في البيت، يقفل على نفسه ويقعد في البيت ما يطلعش بره. فده الشيخ اللي بيعالج بقى، هل انت عندك الخبره اللي تقدر تشخص بيها ده ولا ما عندكش؟ طب لو انا شخصت ان ده معمول له سحر فعلا ومعمول له دوره فلكيه ونقدر نعالجها ازاي؟ طيب هل السحر ده مربوط، او الجن اللي هو مع رابط الجن ده او خادم السحر ده، هل هو مرتبط بنوع بخور معين عمل له عشان ينفك بيه ولا لا؟ يبقى الشيخ اللي بيعالج لازم نعرف بقى هل الجن ده مرتبط بنوع بخور معين نقدر نعالجه منه، ولا انا هنعالجه وخلاص والجن اصلا لو اي شم اي بخور تاني هيجي لك؟ يعني لو شم نوع البخور اللي الساحر حضره بيه ولبسه لك بيه هيجي لك الجن تاني. يبقى احنا يبقى القصه في ايه بقى؟ نقدر نشخص المساله قدامي ايه؟ هل ده فعلا سحر؟ طب لو سحر نعالجه ازاي؟ طب حسد نعالجه ازاي؟ طب شيء نفسي نعمل معاه ايه؟ طيب لو يبقى نعزول دكتور، خلاص روح للدكتور، لا انت عندك شيء نفسي. طب لو السحر جاب له شيء نفسي او مرض نفسي، تمام، وسواس قهري مثلا او ايا كان، يبقى خلاص نعالجه من السحر، بنقول له روح للدكتور فلاني او روح لدكتور نفسي هيكمل معاك وعالجك من ده، هيبقى علاجه سريع جدا. تمام؟ يبقى ده السحر يا احمد، وده ارتباطه، وان الشيخ اللي بيعالج يقدر يشخص هل نوع الاصابه، نوع الربط، ماده الربط، النجاسه المستخدمه في السحر، هل مرتبط بنجوم ولا لا، هل مرتبط بنوع بخور معين او لا. طيب انا حددت، طب انا بستاذن حضرتك ناخد رانيا وبعدين تمام. نحدد. السلام عليكم رانيا. السلام عليكم. وعليكم السلام يا رانيا، اتفضلي. ممكن اتواصل مع الشيخ؟ انت متواصله فعلا يا رانيا، سامعك يا رجل. من فضلك انا بس كنت، انا متجوزه ليا 6 شهور. نعم. تمام. بعد كده يعني كانت تحصل مشاكل من اول يوم. تمام. دايما مشاكل كانت بتحصل. تمام. بعد كده كل ما اشوف شيخ يقول لي ده عمل. طب ايه نوع المشاكل اللي عندك طيب يا صبر؟ نعم. ايه نوع المشاكل اللي عندك؟ زي ايه؟ عامه خلافات على حاجه تافهه. تمام. اي حاجه تفهم على طول دايما مشاكل. تمام. طيب انت بتنامي كويس؟ في كوابيس او احلام او غيره؟ لا مفيش كوابيس. في صداع؟ انا كنت هناك انا وجوزي كان احيانا في صداع. طيب لا. شعرك بينزل شويه من تحت. طيب في الدوره مظبوطه ولا بتلخبط؟ لا هي مظبوطه بس انا حاليا حامل يعني. طيب تمام. طب في ممكن بقع حمراء او زرقاء تطلع في جسمك فوق الركبه كده؟ لونها ايه؟ بقع حمراء او زرقاء كان حد مقرصك من رجليك مثلا او جسمك. كانت تطلع لونها ازرق. طب تمام. ممكن تحسي على طول انك انت عندك خمول مش قادره تتحركي على طول؟ لا. طيب ممكن تحسي طول ما جوزك بعيد عنك وانت، انا ليه عملت معاه كده؟ طب ممكن كنت نصبر عليه شويه. طب اول ما يجي قدامك الموضوع اللي انت فكرتي فيه ده تنسيه وتبداي تهاجميه؟ طيب ماشي. شكرا ليك يا رانيا، ربنا يحفظك يا رانيا. ما زلنا معكم مشاهدينا الكرام وبرنامجنا لا يفلح الساحر، فضيلة الشيخ راضي الإحويتي الباحث في علوم السحر والمعالج بالقرآن الكريم، والحوار يدور حول أدوات يجب معرفتها للمعالج في السحر أو لمعالج السحر يعني. طيب بالنسبة لرانيا، قالت إنها متجوزة من 6 شهور ومشاكل من أول يوم، وراحت الشيخ وقال لي عمل لي عمل. ألم يكن مثلا مثل هذه الظاهرة أنه بيبقى زوج وزوجة في بداية حياتهم لسه محتاجين تطبيع علاقات فيما بينهم، باعتبار أن هي جاية من ثقافة معينة، من بيت معين، وهو جاي من ثقافة معينة، فلم يلتقونا
لم تلتقي هذه الثقافات فتحدث مشاكل، ولا من الممكن يرجع بعد الأسئلة اللي سألتها إلى عمل أو سحر؟ تمام. هو الظاهرة يا أحمد إن إحنا عندنا مبدأ ماشيين عليه. نعم. اللي هو إيه؟ اللي هو الشيطان، القرين. نعم. تمام؟ القرين والشيطان ده هو هدفه أصلاً إنه يدمر المجتمع. أو يفرق الناس عن بعضها. نعم. تمام؟ لو هو هدفه ده بصلاة أو عبادة أو أقرب من ربنا شوية هينتهي ويندحر والقصة هتنتهي. طب صلت وقربت من ربنا وعملت كل حاجة بس الموضوع زي ما هو بيحصل برضو مشاكل على حاجات أسباب هايفة، وكل ما يجي بينها وبين جوزها، عشان كده سألتها السؤال ده، كل هي بعيد عن جوزها إن هي بتقول له طبعا بتعاتب نفسها، بتعاتب نفسها طبعا عملت، طبعا كنت نصبر عليه شوية، طبعا عملت كده. أول ما يجي قدامه تتحول، يبدأ نعم. إيه يبدأ إيه؟ تبدأ تهاجمه، مش طايقة كلامه، ردوا على بعض. ده مش الطبيعي يا استاذ احمد. ان الانسان لما يحسن اليك او يحسن إليك تبدا انت حتى تلين شويه. لكن السحر لا، ما عندوش موضوع ليونه بقى. اول ما تشوفه تهاجمه او تبدا تنفره على طول منها. هيبقى في مشكله الاول. تمام. فاحنا بنقول اهوت للاخت اهوت، انت حاولي بقدر الامكان قربي من ربنا شويه، حاولي تتجي ربنا في جوزك يعني. وتعرفي ان النبي صلى الله عليه وسلم يعني قال لو اني امر احد ان يسجد لاحد لامرت الزوجه ان تسجد لزوجها، لان ده طاعه لله تبارك وتعالى، طاعه زوجها. لكن عملت كده وما فيش جدوى يعني ولا في كده، يبقى خلاص يبقى نعالجوها. اذا تعالى نطرح عنوان انا وحضرتك من خلال هذه المداخله، ونقول لو ان كل زوجين، زوج وزوج، وهم بعاد عن بعض يشتاقوا لبعض ويتكلموا كلام حلو وكده ويبقوا مشتاقين لبعض وكلام جميل قوي، واول ما يتقابلوا تحدث حاجه مش طبيعيه او يكونوا في حاله غير الحال، هل ده سحر؟ لا، مش احنا بنقوله هو استاذ احمد. انا ما شخصتش السحر من كده، لكن في اعراض تانية بتقول لي ان في سحر. تمام. لكن ده عرض قوي يظهر لي ان في مشكله. عرض يخلينا نبحث. اي نبحث. طيب بحثنا ولقينا في سحر عالجوه. طب بحثنا ولقيناش في سحر، لكن يبقى العرض هذا، العرض نفسه هذا لا يؤشر لحاجه. لا، في يؤشر ان في مشكله. في مشكله. طب المشكله دي نبحث فيها، لقينا في مشكله بنعالجوها، ما لقيناش خلاص نبحث في هذه المشكله. بس بعد ما ناخد السيده ام عبد الرحمن. السلام عليكم ام عبد الرحمن. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا وسهلا، اتفضلي. اهلا وسهلا بك يا شيخ. اتفضلي 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 يا ام عبد الرحمن. انا عندي شويه اعراض والله يا شيخ. اتفضلي قولي. اول حاجه انا عندي ضيق صداع باين، عندي وجع مخي، نفسي دايما تعباني، عندي هزلان في جسمي، عندي قولون، ضربه قلب طبيعي، انا دايما تعباني، عندي دايما عدم التركيز بجرده فظيعه يعني. دايما حاسه كاني تايهه كده، تايهه في الدنيا دايما يعني، نظرة عيني كده تحسها مشوشي. طب بتحبي تقعدي لوحدك كتير يا ام عبد الرحمن؟ بتحبي العزلة؟ طيب انت بتنامي كويس؟ طيب يعني انا عقلت يعني عندي دكتورة نفسية وكده. نفسيا. طب صداع؟ طيب عندي صداع وبقول لك قطع في مخي. طيب بقالك قد ايه بتعالجي عند دكتور نفسي؟ يطلع يمكن 6 شهور. طيب العلاج جاب نتيجه كويس ولا في برضه نفس الموضوع؟ لا يعني الصراحه مش بالضبط يعني. طيب جاب عندك تعب في المعده يا ام عبد الرحمن؟ عندك تعب في المعده؟ معده تعبانه. صداع؟ صداع. طب في امساك او اسهال؟ ممكن امساك. عندك عسر هضم على طول؟ طيب عسر هضم يعني مش بالضبط يعني مش دايما. طب بتحب تشرب ميه كتير ولا لا؟ لا ما بحبش اشرب ميه كتير خالص. عادي. طيب ممكن تحلم انك ماشيه حافيه؟ لا. تحلم انك في امتحان مش عارفه تجاوبي فيه؟ لا. طب بتزوم وانت نايمه كده على طول تنتي كده؟ لا انا دايما بحلم ان انا مثلا حابه اجري ما قدرتش اجري، مثلا حابه موقف قدام ان انا اتكلم. طيب ممكن تحلمي احلام اغتصاب او غيره؟ ايه بتقولي شيخ؟ تحلمي احلام اغتصاب، ان حد يغتصبك او غيره؟ اغتصاب؟ ممكن. طيب ماشي. لا يعني هو مش اغتصاب بالضبط يعني، ممكن ماشي. يكون مقدمات. ماشي. بمارس بس غير حد غير جوزي يعني. تمام ماشي يا ام عبد الرحمن. ماشي. شكرا لك يا عم عبد الرحمن. ويسأل الشيخ رادي الحويتي وكأنه طبيب بشري في العيادة يعني سأل أسئلة كتيرة جدا. كل الأسئلة اللي حضرتك سألتها بقى دي كلها،
بتعني بالنسبه لك شيء؟ اه طبعا ده كده يعني عشان تشخص من خلالها. اه نقدر نقول في مشكله لكن نوعها وطبعا ده لازم يكون قدامي نقدر نساله بقى في باستفاضه عشان نقدر نستنتج الموضوع ايه. لكن كده انا بنقول ان في مؤشرات للاعراض العامه ديت عشان نقول في مشكله. في مشكله. كده في مشكله. لكن ما بنقولش في سحر. لا هو في مشكله ممكن يكون سحر ممكن يكون حسد بس هو الظاهر ان هي عندها الحسد اقوى لو كان عندها سحر. هل هناك معايير للحسد ومعايير للسحر؟ طبعا وما شابه ذلك يعني طبعا يعني في اسئله تسالها فتقول ده حسد. طبعا كل حاجه لها اعراضها والمثل اعراضه والجن العاشق له اعراضه والمشكله ان الشيوخ الجن العاشق ده عاملينه ان هو ايه ان هو ده اكبر حاجه في الدنيا ممكن الانسان يتعرض لها مع انه اتفه شيء ممكن الانسان يتعرض له لكن هو قوي لو هو جاي بسحر. الانسان المصاب بالحسد والانسان المصاب بالسحر ايهما اقوى عليه؟ اقوى الحسد طبعا. الحسد اقوى من السحر طبعا مليون مره للدرجه دي. لان الحسد ده جنه شيطان. الحسد جنه شيطان. تمام. فجنه بيتعامل معامله بقوه. هو هنا في القرآن بيقول بسم الله الرحمن الرحيم يقول أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. النفاثات في العقد ده السحر. من شر حاسد إذا حسد ده الحسد. هنا الحسد ومن شر حاسد إذا حسد يعود الضمير على الإنسان أم غير الإنسان؟ يعني الحسد هنا أنا اللي بحسد كإنسان. تمام. مش موضوع بقى متعلق ما هو من شر الحسد قلت جن وشيطان. ما هو ممكن الجن يحسدك. الجن يحسدني؟ الجن يحسد. يعني واحد لو ما اتحسدش من بني ادم يتحسد من الجن. يحسدك الجن. تمام. عشان كده بنقول ان الحسد ده جنه قوي. نعم. غير جن السحر. جن السحر ده جاي جن استاذ احمد ممنهج. ماذا نقول في مقولتان؟ مقوله منهم بتقول يعني يقول تقريبا ابن القيم ابن تيميه وكل ذي نعمه محسود او محسود. وكل ذي نعمه محسود. وهناك حديث او يعني تقريبا والله اعلم إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده. تمام. يعني ربنا بيحب يشوف أثر نعمته على عبده، وأثر النعمة يؤدي إلى كل حد. طب إيه المعدل؟ أنت اعمل أثر النعمة وبعد كده إيه يعني ما يبقاش عندك مثلا مال وأنت مثلا هيئتك مش كويسة. ده أثر النعمة لكن أيوه. أنت ما تخليش بقى الحاجة اللي إيه اللي الناس تحسدك عليها. ولو أنت خلاص أنت عندك نعمة حاول تحميها بصدقات والأذكار. حصل نفسك من الحسد. يعني كل عنده نعمة وكده يحصن نفسه بالأذكار والصدقات وأولادك وبيتك ومالك. حصن من الحسد خلاص. نعم. لكن لو سحر لا هو السحر كده كده هيجيلك. لكن جن السحر يا أحمد أنا اتكلم على 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 العامل القوي فيهم إيه اللي هو جن السحر ده. جن السحر ده جن ممنهج جاي يعمل حاجة معينة جاي بأصول وضوابط. تمام. عنده بداية ونهاية. لكن جن الحسد لا عنده نهاية مباشرة. فده اللي قوي ده ما تلحقش تعمل معاه حاجة. فيجيب لك يجيب مرض مباشر الحسد. الحسد يجيب مرض مباشر. يجيب لك مثلا خساره في المال مباشره. تمام. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال ان العين حق ادخلت الرجل القبر وادخلت الجمل القدر. النبي صلى الله عليه وسلم ما اتكلمش على حاجات ضعيفه في الحسد لا ده على طول اتكلم على القبر قبر على طول. والقدر من الاخر يعني لان جن الحسد كده دايما قوي وبيجيب من الاخر. تمام. طيب هنجيب من الاخر ونروح لمنى. السلام عليكم منى. عليكم السلام. اتفضلي يا منى. عايز اكلم الشيخ. اتفضلي يا منى. منى سامعك حضرتك يا شيخ. انا متجوزه بقالي 3 سنين. سامعني؟ تمام سامعك. سامعني يا شيخ؟ سامعك. اتفضلي يا منى سامعك. وعندي دايما وما خلفتش وعندي دايما ظهري من تحت بيوجعني وتعبانه يعني لما لو تنيت شهر جوزي ما عرفش مني ببقى عادي كده اروح اكشف على جوزي مثلا يقول لي روح اكشف ده عندك برود وكده اروح اكشف الدكتور يقول لي ما عنديش اي حاجه. طب ده الطبيعي بتاعك من اول ما اتجوزت يا منى ولا الكلام ده حصل بعد الجواز بشويه؟ لا هو حصل من اول ما اتجوزت. يعني من اول ما اتجوزت وانت موضوع قرب جوزك منك ده عادي بالنسبه لك ولا ده كان فتره؟ لا من اول ما اتجوزت ما يجرب مني ببقى طبيعيه معاه بس يعني مش طب انت بتحلمي احلام جماع وكده؟ طيب يا منى. نعم. تحلمي احلام جماع؟ ايوه بحلم بمقابر على طول وبأموال. طيب انت ممكن تشمي ريحه وحشه في البيت على طول او المكان انت قاعده فيه؟ لا انا ما بشمش ريحه وحشه. طيب بتحلمي المقابر بتقولي؟ طب بتلاقي دغز في دماغك كده كأن في حد بيدغزك في دماغك كده؟ لا ما بلاقيش دغز بس دايما ظهري يوجعني من تحت على طول. طب في صداع؟ لا ما فيش صداع. طب على طول في تعب في المعده؟ ايوه معدتي تعبانه على طول ودايما احلم
نعم الدوره مظبوطه ولا بتلخبط؟ طيب لا هي مظبوطة. ما فيهاش اي مشكله ولا نزيف حصل عليك قبل كده ولا حاجه؟ لا. طب جوزك عمل تحاليله سليمه وكويسه؟ ما فيهاش اي مشكله يعني؟ لا لا. يعني مثلا تحاليل جوزك الاولاني زي اخر تحليل عمله ولا في اختلاف في التحاليل؟ لا ما فيش اختلاف طب خالص. الدكتور قالت لك ان عندك المشكله؟ طيب يا منى، طيب لا الدكتورة قالت لي ما عندكش حاجة خالص. ما فيش مشكله طبيه يعني؟ لا لا. طيب ماشي يا منى، ماشي يا منى، شكرا ليك يا منى. ولكن اثناء الحوار بين الشيخ راضي ومنى قال لها عندك دغز، قالت له عندي دغز، وانا والمشاهدين مش عارفين يعني ايه دغز. هو جن السحر، لان هي الواضح ان هي عندها سحر مدفون. انا بسال عن كلمه دغز الاول. معروض ان هي تحس ان بنغز في دماغها من ورا. طب ما قلت، ما قلتش ليه نغز وخلصت؟ قلت لها نغز. انت قلت دغز. فهي بتبدا ايه، كان في حد مسامير حد بيشوك في دماغها من ورا كده. يعني كلمه دغز يعني نغز في اخر ظهرها، لان الجن جن السحر ده، الجن السحر المدفون ده دايما بيأثر على اشياء معينه في الجسم. اللي هو اسفل الظهر، عشان كده اللي هي العظمه اللي خلق منها ادم عليه السلام، يعني اللي عجبه الذنب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، او عقب الذنب، او عجبه الذنب، او عقب الذنب، عقب الذنب، تمام. فدي دي اللي جن السحر المدفون بيبدا يتحكم فيها، بيبدا يدمر بقى الجزء اللي هو في المؤخره او اخر الرجلين من تحت، تمام. فالجن السحر اللي هو مدفون ده بيبقى غبي شويه في فعله، عشان كده لما لبيد بن الاعصم سحر النبي صلى الله عليه وسلم سحره باقوى انواع السحر اللي هو السحر المدفون، فبيبقى له اعراض طيب. قويه شويه. فدي اعراض، والله اعلم ان دي اعراض سحر مدفون عند الاخت منى، وان ده هو اللي عامل معاها مشكله عدم الانجاب. هو بتقول مش بس مشكله عدم الانجاب، بتقول حاجه تانية متعلقه بان هي، هو الظاهر زحمه، ان هي عندها عدم حب الجماع او غيره، لان هي عندها جن عاشق. لما سالتها بنقول لها انت عندك احلام جماع، الجن العاشق بيخليها تستغنى عن جوزها خالص عشان يتبعد عنه وهو يبدا يعني يتمتع بيها هو. تمام. فممكن الجن العاشق ده يبقى جاي لاسباب زي ما قلت، ممكن يبقى جاي لحسد، جاي لمس، جاي لسحر، بس الظاهر ان هو جاي لسحر. تشخيص هذه الحاله هي تشخيص جن عاشق ولا سحر؟ جن عاشق جاي لسحر مدفون، والله اعلم. جن عاشق اللي جاي لسحر مدفون، دي كيمياء، فلازم نعالج الجن السحر المدفون الاول وبعد كده نعالج الجن العاشق. لكن من الحوار مع مدام منى شخصت كده بان هناك ده تشخيص اولي. اولي. لكن لما طبعا تيجي المركز ان شاء الله نبدا نعرفه تشخصه حالته ايه بالظبط ونبدا نعالجه. طيب دي فرصه برضه ان انا اقول للساده المشاهدين اللي بيتابعونا انه من يريد الوصول للشيخ راضي او يتعرف على المركز او ان هو يكون عنده مشكله ويريد يذهب، هناك ارقام باستمرار خاصه يضعها مخرجنا الاستاذ سمير ابراهيم، محمد سمير، موجوده على الشاشه، على اساس انه بعض الناس ممكن تاخد الارقام دي تواصل. هذا جانب. الجانب الاخر برضو خليني برضو اقول انه في بعض الناس بيقولوا ان الشيخ راضي احيانا لا نجده في المركز، ماذا تقول؟ هو استحمل، احنا طبعا انا معايا فريق شغال. انا معايا فريق واخوه بسم الله ما شاء الله عليهم، ربنا يحفظهم يعني، وان شاء الله ربنا يقدر نجيبهم معايا حلقه، وبرضو حضرتك تدير الحوار وتعرف ان الاخوه فعلا فاهمين هم بيعملوا ايه، والموضوع معاهم مش معنى ان هو بيتكلم وخلاص، لا ده حد فاهم. واحنا عندنا في المركز مجموعه متكامله في العلاج من الالف للياء، وانا عندي يعني الحمد لله يعني عندي يعني قناعه ان الاخوه عندي انا عارف هم بيعملوا ايه. اللي هم مين؟ اللي هو طبعا الشيخ حميده والشيخ جلال. حميده وجلال، حميده وجلال، انا مستنيكوا هنا ان شاء الله. ان شاء الله عشان يدار حوار بينا ونشوف الدنيا فيها ايه. طيب هنسيب بقى حميده وجلال دلوقتي ونروح لسماح. السلام عليكم سماح. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا بيك يا سماح، اتفضلي. ممكن أكلم الشيخ؟ اتفضلي، أنت بتكلمي فعلا. سامعك يا سماح، اتفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، اتفضلي. أنا دايما متضايقة جدا، في مشاكل كتيرة جدا بيني وبين جوزي على أقل سبب، مع إننا مش موجودين دايما مع بعض. تمام. مش بنام كويس برضو، بحلم أحلام وحشة كتيرة جدا، وإرهاق وكسل وخمول دايما. خلفتي؟ وبقالي 6 سنين متجوزة، ما حصلش أي حمل على فكرة. نقطة أول حاجة عايزة أكلم حضرتك فيها، ورحت لشيوخ كتيرة جدا وصرفت مبالغ كتيرة جدا جدا، وما حصلش أي حمل لحد دلوقتي، ودايما بطلب الطلاق من جوزي على الفاضي والمليان، وبرجع لما بقعد مع نفسي بندم ان انا قلت كده. تمام. طيب انت في ايام معينه في الشهر بتتعبي فيها يا سماح؟ نعم. في ايام معينه في الشهر بتتعبي فيها؟
يعني تتعبي في نص الشهر في اخر الشهر مثلا في ايام تبقي كويسه فيها؟ سامعاني؟ اه سامعة حضرتك. طب في ايام معينه فيها؟ في ايام معينه في الشهر بتتعبي فيها ولا الحاله دي معاكي على طول؟ لا، حاله ان انا اكون متضايقه على طول دي موجوده معايا على طول. طب نعم. جسمك سخن على طول يا سماح؟ اه. طب من بعد العصر عند المغرب الوقت ده عليكي بيمر عادي ولا بيبقى وقت بيمر بصعوبه عليكي؟ بيبقى بصعوبه كتيره جدا على فكره، يعني بيعدي ببطء جدا وبحس ان انا متضايقه مش لاقي اي حاجه اعملها. تمام. يعني كده على طول كل الايام كلها كده. طب العباده بتصلي كويس وكده يا سماح ولا لا؟ بصلي كويس. يعني مفيش مشكله في الصلاه؟ مش تقيله عليكي مثلا؟ ساعات بتبقى تقيله وساعات ان انا بقعد اعيط فيها كتير ممكن جدا. تلاقي نبض في اخر اسفل بطنك على طول، نبض كأن في حمل كده ساعات. اه. طيب في ايام برضو بحس فيها ان بطني كبيره لدرجه ان انا بحس ان انا حامل. طيب ماشي يا سماح، في سؤال محرج شويه عايز اساله لك، بس ممكن يحصل ارتخاء عند جوزك بعض الاوقات؟ اه. طيب ماشي يا سماح، ماشي، نشكرك. شكرا ليك يا سماح على هذه المداخله. وقبل ان يجيبك الشيخ راضي اقول، يعني هي بتقول ان متجوزه من 6 سنين ومفيش حمل، وهي بتقول احنا على طول في مشاكل رغم اننا مش مع بعض ومتضايقه باستمرار. طب من اين هتيجي الالفه وهيجي الحب وهيجي العلاقه وهيجي الحمل؟ يعني دي مسائل برضه. لا هو الحمل ملوش دعوه بالالفه. آه يعني هو ده حمل. آه الحمل ده لا، لكن هو في قصه، في مشكله عندها. اه. وهو كده الله اعلم ان هي في جن عاش عندها فعلا. آه برضه جاي لسحر، والله اعلم ان السحر ده مشروب يعني، وبتقول ان في مشكله بينها وبين جوزها، ان الجن فعلا بيكون ساكن الرحم وبيخلي جوزها كل ما يجي عند الجماع يحصل عنده ارتخاء. اذا عنوان الحلقه اليوم بعنوان الجن العاشق، هو ده يعني كل الاتصالات اللي جت تقريبا، يعني ام عبد الرحمن او منى او اعتقد كده كانت نفس الاسئله متشابهه ونفس الاعراض. اه هو لانه بيعمل الكلام ده، هو بيحاول الجن ده استاذ احمد بيحاول يبعد الزوج عن الزوجه. آه. اما ممكن ان شاء الله بنتكلم عنها ان شاء الله، يعمل يحدث اشياء بينهم ساعه مثلا التبويض، يعمل بينهم مشكله عشان يبعدوا عن زوجته. ممكن ساعه يحصل نزيف مثلا، ممكن بعدها يحصل مشكله وتروح عند والدتها مثلا، ممكن بعدها يحصل المهم يبعد الموضوع ده. طب لو قدر يبعدهم عن بعض ماشي، ما قدرش يبقى يتدخل في الحيوان المنوي وهو في الرحم عشان خاطر يبعده عن مكانه اللي هو رايح عليه على الرحم. طيب لو هذا الكلام يعني قلنا ان هو يعني اوكي، هل هناك جنيه عاشقه للرجل؟ اكيد طبعا، زي ما عاشقه للمراه عاشقه للرجل. لماذا اكثر الاتصالات التي تاتي من النساء وحكايه الجن العاشق، ولم نجد متصل واحد يشتكي ان هو تحدث له مشاكل عندما يكون قريب من زوجته؟ الجنيه العاشقه بتحاول بقدر الامكان يعني في الاكبر ان الزوج ما بتخليه بعيده عن زوجته، لو هو انسان قريب من ربنا ما بيأثرش عليه جامد. آه لو الجنيه عاشقه. آه لان هي ملهاش هدف عنده، ولا هي ماشيه حسب الشرع يتجوزني ويتجوزها ولا الاثنين تاني، هي همها منه مساله اجماع وخلاص. اه تمام. لكن الجن العاشق لا، بيغير على الزوجه من زوجها. اه فيحاول يبعده عن بعض. لكن الجنيه العاشقه، الجنيه العاشقه بالنسبه لها ما بتغيرش، مساله جماع بس. آه ممكن ده وغيره وغيره وغيره. آه تمام. فمش هتفرق، مش كويسه بقى هي كده نظامها كده. تمام. ست مش ليه كويسة. ليه يا استاذ احمد ان شاء الله ما نتكلم عن تدخل الجن في موضوع الحمل وكده. آه ان الجن لما بيقعد يجي ياثر على الحمل ما بيقعدش مع الراجل، بيقعد في الرحم. اه عشان يستنى الحيوان من هو داخل. اه عشان كده بيأثر. المحرك بيقول لي جنيه من شارع الهرم. انت ايه رايك؟ فيبدا يبعد عنه، يبعد او يقعد في مستني الحيوان من هو داخل الرحم ياثر عليه. آه لكن هو في الراجل ما هو ما يضروش في حاجه. اذا الجنيه العاشقه يعني هناك جني عاشق. اه طبعا. ويرتبط بالمراه ارتباط وثيق ولا باكثر من امراه؟ ليه بقى يا استاذ احمد؟ لا واحده بس. ليه لما اتكلمت عن الجنيه العاشقه قلت ارتبط باكثر من رجل؟ لان هي في دماغها الجماع بس. آه لكن الجني العاشق هو جاي ليه؟ او بيحب. بيحب او آه مش على موضوع، حتى ممكن الجنيه تحب. آه لكن هي عندها حب الجماع بس. آه خلاص خدت الجماع من الزوج خلاص، ان هو عيب بقى استحلام او غيره احتلام عليها وخلاص. هل هناك دلائل على هذه المساله، على هذا الكلام؟ هو يعني ان احنا قلنا ان الجنيه العاشقه ممكن ان تكون مع اكثر من رجل. تمام. والجن العاشق هو يرضخ لامراه هو واحد. هي نظام خبره او خبرات أو حاجات خبرات وتجارب. تجارب. تمام. لكن تمام. اللي يهم زي ما قلت يا استاذ احمد، اللي يهم الجن نفسه الحمل مثلا. آه فهو بيحاول بقدر الامكان نقعد مع الراجل ليه، او نقعد مع الراجل ليه وانا مستني الحيوان من هنا، وممكن الراجل ده ينزل الحيوان من هنا ده في اي مكان تاني غير الرحم. ف
فده قاعده الانطلاقه بتاعته ما تكونش في الراجل، ما تكونش في الرجل، تكون في المراه اقوى، حتى لو السحر معمول للرجل. لو ان العلاقه طبيعيه ممكن يحدث، لكن لو هناك تدخل من وسائل اغتصاب مساعد حقن مجاني مثلا، تمام، بيتم بتقنيه ودكتور وطبيب وبتاع، هل ممكن ياثر على دي؟ ياثر عليها بعد ما يدخل الرحم برضه. اه يعني قاعد لهم، قاعد لهم بيتحكم في غذاء في غذاء الحيوان وفي الرحم بقى. نعم. فبعد فتره يقول لك نبض وقف. اه نبض وقف ليه؟ لان الدم دم المشيمه يتحكم فيه الجن، بعده عن بعده عن الجنين، فيبدا كان في زرعه ما وصلهاش ميه او شربتش ميه بتموت، يبدا النبض يقف يضعف يموت لما الجنين يضعف وينزل. نبض يقف يعني يميت انسان. اه والذي يحيي ويميت هو الله عز وجل. ما هو ده سبب. اه ما هو ممكن انسان يقتل، ما ممكن انسان يقتل واحد. آه. في الحقيقه. اه هل هو بيحيي ويميت؟ لا. آه. لكن ده هم بيحيهوش. اه لكن هو اماته، لانه هو 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 هو, هو مغتصب. اه هو مغتصب حق مش حقه. اه تمام، فيقتل. يعني مساله صعبه شويه، لكن طبعا هذا هو حديث الشغرادي. ايه اللي بيفرق عن الزوج وزوجته يا احمد؟ ممكن يكون سبب من اسباب الطلاق ان ما بتخلفش، ومع انها اصلا راحت للدكتور والدكتور بيقول لها ما عندكش شيء. آه. ما عندكش اي سبب طبي. طب ايه اللي هيخليه يفرقهم عن بعض؟ ما بتخلفش، هروح نتجوز عليها. طب لا ما تتجوزش عليا، خلاص طلقني. يبقى كده هو نجح انه يفرق. ما هو السحر ده بينقسم لقسمين يا احمد، قسم محبه اللي هو العطف اللي هي التولى اللي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم، تمام، وقسم تاني اللي هو ايه الدفع او الضر بقى، تمام. يبقى قسم اللي هو بيبقى فيه الجلب، سحر الجلب، وسحر الضر او عدم التفريق اللي هو عدم الزواج او التفريق، كلهم بينبنوا على حاجتين اتنين، اما تفريق واما محبه. فالساحر بيكون عنده ضوابط في الموضوع ده عشان يقدر يوصل الساحر، اما بيفرق اما او اما بيحبب شيء في شيء. يعني ممكن جدا الساحر او السحر يقوم بتدمير اسره وينفصل الزوج عن الزوجه. اكيد يفرقون بين المرء وزوجه. ده كلام كلام ربنا. اليس هذا بظلم للانسان؟ اكيد ظلم، لكن ربنا طبعا دي بمحض ربنا يقبل، لا يقبل الظلم. هو ظلم من الانسان او من جن لانسان او من انسان لانسان، لكن مش ظلم من الله تبارك وتعالى، ربنا ما قبلوش. نعم. لكن هو ده شيء معتدي، حد معتدي. وما ربك بظلام من بظلام العبيد لكن هو ولكن الناس انفسهم يظلمون. والجن ظلمنا وحد. وعبيد يعني جن وانسان. اي والله ارضى عليك. نترك هذه المساله ونروح للسيده ام ابراهيم. السلام عليكم ام ابراهيم. ام ابراهيم السلام عليكم. هي دي ام ابراهيم؟ الو. اتفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضلي يا ام ابراهيم. حضرتك متجوزه بقالي 6 سنين، تمام، وفي مشاكل من يوم ما اتجوزت، تمام، وجوزي دايما بعيد عني، وانا دايما بحلم بحاجات رديئه، بقطط وفراخ، حتى انه مش مرتاحه فيه، تمام، واعراض بقى جسمي صداع دايما، معدتي تعباني. هي اللي بتقول الصح ولا ما بتسالش؟ هي بتقول اعراض غلط. لا شويه هشتغل معالج. طيب طيب المشكله اللي بينك وبين جوزك دايما بتدور حول ايه مثلا يا ام ابراهيم؟ على اتفه الاسباب. اي حاجه خلاص. يعني مهما صلحته فيها، مهما صلحته فيها بترجع تاني يعني. مهما صلحته في الاوضاع بترجع تاني. طبعا انا هكلمك انا، يعني بيقول مهما ان انت صلحت الوضع مع زوجك المشاكل بتعود تاني. اه على اسفل الاسباب ما فيش اي حاجه. يعني ام ابراهيم انت متجوزه من 6 سنين ومعاكي. آه. ابراهيم معاكي غير ابراهيم؟ اه معايا 2 كمان توا. معاكي 3 بسم الله ما شاء الله. زوجك قريبك؟ لا اتجوزتوا جواز صالونات، يعني قرايبك قالوا القرايب يقول لك اتجوزوا ما تعرفوش بعض، ولا كنتوا تعرفوا بعض؟ لا ما كنتش نعرف بعض، بس احنا قعدنا 2 سنين مخطوبين. شكرا، الرساله وصلت يا ام ابراهيم. اتفضل جاوب. انا الرساله وصلت عندي. عندك انت بقى. هو بص يا احمد، هو موضوع مش في ناس في جواز صالونات برضه حضرتك بتقول بيكون ناجح اكتر من جواز على حب او نعم نعم تمام، لكن ده قدر ربنا، تمام. ربنا بيقدر ان ده بينعمل له سحر، او بيقدر ان ده بيكون ناجح في زواجه او ما مش ناجح، تمام تمام. لكن القصه هل لو في حد معتدي بقى عايز يدمر العلاقه ديت، نعم، نعرفه ونقدر نعالجه ولا نسيبه يدمر؟ طب انت في هذه الحاله تعتقد ان هناك من يدمر هذه العلاقه بين الزوج والزوجه؟ اه طبعا في مشكله عندهم. ولا نقول يا شيخ راضي مثلا ان الزوج والزوجه تزوجوا بطريقه قبليه شويه، بمعنى ايه؟ عيله قالوا ده بنت فلان وابن فلان وجوزوهم وهم ما بيعرفوش بعض وطباعهم مش تمام، رغم ان اتجوزوا وخلفوا. بص ممكن الحاجات ديت ممكن بعد شهر بعد 2 بعد 3 بيبدا يحصل تعود ويحصل عشره وخلاص والقصه بتنتهي ويتعودوا على بعض، يتعودوا على بعض. لكن لما يكون في مشكله دايما الجن بيزن بيها على دماغهم ان هو التفريق
ده بيبقى خلاص بقى شيء بيبقى اوفر شويه. نعم. وزياده عن اللازم. تمام. فيبدا هنا في مشكله. طب انا عندي، انا عندي مشكله في الحقيقه، ان احنا فاضل لنا دقيقتين بس ومعانا احمد من كفر الشيخ، ناخد احمد رد عليه وبعدين نختم. السلام عليكم احمد. احمد من كفر الشيخ، السلام عليكم. ايوه عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا استاذ؟ اتفضل. ايوه عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. نكلم الشيخ راضي. اتفضل يا احمد. اتفضل. احنا احمد عنده التهاب في العصب البصري. نعم. تمام. من حوالي سنه تقريبا. وعنده كم سنه؟ هو عنده 20 سنه. 20؟ قبل كده ما كانش في حاجه بتحصل له خالص نهائي؟ طيب هو بينام كويس، بياكل كويس، حياته طبيعيه؟ لا والله، هو عنده التهاب في العصب البصري من سنه، ولفينا بيه عند الدكاتره كلها وعملنا له اشعاعات وما خلناش. دكاتره في مصر وفي اسكندريه وكل الاماكن دي. حياته العاديه، حياته العاديه يا ابو احمد طبيعيه؟ والله كان عادي خالص. هو ده، شوف دكتور كويس يا ابو احمد. نعم، شوف دكتور كويس وديه لاحمد، عشان هو ده مش قصه سحر ولا غيره. طيب استاذ احمد من كفر الشيخ، الشيخ راضي بيقول لك يعني ممكن تتابع طبيب عيوني يكون متخصص في العصب البصري. لكن هو لو، وشكرا ليك على اتصالك، وان شاء الله ربنا يطمنك على ابنك. اتفضل. السحر لو وصل لانه التهاب او غيره بيكون له اعراض قويه الاول قبل ما يوصل للمرض اللي هو قوي ده. تمام. لكن ممكن، ممكن والله اعلم الحسد يعمل كده. لكن ممكن حد يجي لك زي الحاله دي تقول له والله روح للدكتور. انت ما عندكش حاجه. في حالات كتير. حاله او اتنين في اليوم كمان، لكن لازم يكون في اعراض معينه توصل ليه علشان يقول ده. أيوة. كذا. هل ده في مشكله عنده في الاصل ولا ما عندوش؟ تمام. يبقى لو في مشكله نعالجوها، وممكن تكون وصلته لكده، فنعالجوها الاول وبعدين نقول له روح للدكتور هيتابع معاك ويوصلك ان شاء الله لبر الامان. اذا لابد في نهايه هذه الحلقه ان المعالج لابد ان يكون لديه من الخبره ومعرفه الادوات التي يجب معرفتها، زي نوع السحر، إذا كان مرشوش، مدفون، مأكول، مشروب، معلق، منفوخ. منفوخ. تمام. ستة. رأيت شاطر. رأيت شاطر. وتعلمت اللغة. ومادة السحر اللي هي مادة الربط نفسها، اللي هو كل عليها السحر. اللي هو كل عليها السحر. طيب النجاسة اللي انعمل بها السحر، النجاسة اللي استخدمت في في في, في السحر. وهل دي ليها علاقة بالرموز والحروف والرموز والحروف؟ أيوة. لا دي نوع قوة السحر. دي قوة السحر. دي قوة السحر. دي برضه لازم يكون عارفها. طبعا لازم يكون عارفها. خاصة. أمال إيه؟ وعلاقة السحر بالنجوم. بالنجوم بقى، هل هو دورة فلكية ولا ما فيش دورة فلكية؟ سواء يومية، أسبوعية، شهرية، سنوية. ممكن يعني تبقى مقترنة، دي اللي كنت هنتكلم فيها الأخيرة، إنه يقرن دورتين ببعض. ممكن أسبوعية وشهرية. في الأسبوع، في أسبوع بيتعب في يوم معين، وبعد كده بيتعب في ثلاث أيام في الأسبوع. يتعب في الشهر في 3 ايام معينين، وبعد كده يتعب 3 شهور في السنه. تمام. دي بتبقى حاجه اسمها دوره قرنيه. دوره قرنيه. اسبوع وشهر، او شهر وثلاث شهور. ايوه تمام. وبعد كده علاقه السحر بالبخور. ايوه، ان هو نوع البخور اللي جلب به الجن. ايوه. ما هو اكتر البخور الذي يعشقه او يحبه الجن؟ الحنتيت. الحنتيت. انه بخور يعمل، انه السحري دايما يفكر في الحنتيت، وده ريحته مش حلوه، ريحته غبيه جدا. فمحدش بيطيقه، فالجن دايما يحب العفونه. فهو بيرضي بالموضوع ده. ايوه، لكن هناك جن مسلم. حتى لو كان مسلم. منهم جن معتدي. منهم المسلمون وغير منهم القاصدون. منهم القاصدون. فمن اسلام تحرى ورشد. نعم. اما القاصدون فكانوا جهنم حطب. الجن يا استاذ احمد له تعددات. نعم. في جن مسلم، جن كافر، في مسلم له كذا فكر. تمام. يعني في جن علماني، وفي جن صوفي، وجن ويساري. سلفي، وجن يساري، وجن كل حاجه. كل انواع موجوده. كل انواعه. كله موجود. كل انواع. كنا نفسنا يعني نكون معانا في اخر 10 دقائق نتكلم عن اعراض السحر العامه او البعض منها، لكن تقريبا وقتنا انتهى. هل تذكر منها شيء قبل ان نختم اللقاء؟ الاعراض السحر، احنا لو هي وقت بقى يبقى ناخده وقتها، عشان خاطر لان دي بتبقى كتير شويه، موضوع كبير. اذا مشاهدينا في نهايه اللقاء الطيب، اشكر باسمكم فضيله الشيخ راضي الحويتي الباحث في علوم السحر والمعالج بالقران الكريم. شكرا لك يا شيخ راضي. ربنا يحفظك. صح. ربنا يبارك فيك. وشكرا لأسرة العمل في الإضاءة والسريع، في الديكور محمد الدري، في الصوت علي حسين. وبشكر مصورنا الجميل النهاردة أمير سمير الذي قام بعمل كادرات جميلة وبذل مجهود معنا في استوديو حيث أنه وحده. شكرا ليك أستاذ أمير سمير المصور الجميل. وشكرا لمخرجنا الجميل أستاذ محمد سمير النابغة في عمله. شكرا ليك أستاذ محمد. وشكرا لكم على طيب المتابعة مشاهدي الكرام. وهذا أحمد يوسف، أنا معكم ومعكم دائما، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.